هل بس طيلة مشواره الفني دي كلها ما أعجبش بحد أو ما حبش حد من فنانات كل الفنانات اللي اشتغل معاهم؟ نو نو نو، ولا جوه ولا في الفن ولا ولا بره بره الفن. الفن. هو خلاص حب واحدة معينة، هو اتأخر ان هو يروح يعني يتقدم لها، فلما راح لقت خلاص بقى اتجوزت وكده وخلاص، يعني هي دي فخلص حبه الاول والاخير. قفل على كده. فكتير قوي كانوا بيحاولوا في العيله، طب يا ابي زكي، طبعا اخواته بيقولوا له يا ابي، طبعا ما فيش حاجه اسمها زي دلوقتي باسمه الجيل، ايه ده اللي هو او كده. يعني يا فلان ويا فلان، ما ينفعش يعني. فلا ما فيش، حاولوا كتير. يعني الفنان الكبير العملاق زكي رستم بشره بجبروته اللي موجود في الافلام انهار قدام سيده بحبه؟ حبه الاولاني، حبه، وكان عايز يعني يتجوزها ويعيش ويخلف ويعمل اسره، بس حاجه جواه كده خلاص. جميلة. زي لا ده. وبعدين من النوادر، يعني دي النوادر، من النوادر. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه، اهم حاجه، اهم حاجه ان الواحد يكون صادق في حياته، في مشاعره، في احاسيسه، في شغله، في حياته، في كل حاجه. فاهم حضرتك ازاي؟ الانسان اللي بيبقى صادق ده عامه بيطلع كل حاجه حلوه من صح. جواه، فهو مش هيضحك على نفسه، مش هيضحك على ربنا، مش هيضحك على الناس. فده ترفع له الشابوه. اكيد طبعا. ايه ده؟ طيب يعني يمكن في آخر أيامه، على حسب طبعا اللي احنا بنقراه، بعد ما بدأ ان هو يفقد جزء من سمعه، وانه بقى يعني منعزل اكتر، او ما بقاش حابب ان هو يختلط اكتر، وبعدها ساب التمثيل وفضل لوحده. ده حقيقي حصل؟ هقول لحضرتك، هو طبعا في آخر فيلم عمله أجازة الصيف كانت 68 69، كان بدأ السمع يقل، وبدا يعني يبقى ايه، ضئيل شويه كده. فطبعا هو لما كان بيعمل المشاهد كان بيعتمد على شفايف الممثلين. شوفي، ما كانش بيسمع كلام المخرج، لا، كان بيعتمد على شفايف الممثلين. هو حافظ السيناريو، فعارف اخر جمله هتتقال هنا بالطريقه دي، فهو هيكمل كده، لان الكاست كله بالمخرج بالمصورين بكله بكله كانوا ما حسوش ان في حاجه وقعت منه. يعني شوفي 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 الشخصيه، وشوفي ان هو حابب شغله قد ايه، وحابب ان هو متمكن. ده واحد يعني بحكم السن طبعا، يعني طبعا برضه يعني حرام يعني. مش فهو كان مركز قوي على شفايف الممثلين، وفعلا انت لحضرتك لما بتشوفي الفيلم بتحسي انه مش هتحسي انه في اي حاجه، ان في حاجه، انه سمعه تقيل او مش مركز في حاجه او بتاع، يعني عارفه ازاي. فكان جميل، كان جميل في كل حاجه، في حياته، في شغله، ومالوش في السهرات الفنيه ولا السهرات كده، لا، بيحضر مثلا فيلم، افتتاح فيلم، افتتاح مسرحيه، ندوه، مناسبه كده، مناسبه بس معينه فقط، لا يعني كده. هو حبيبها. انما في العيله بقى يعني بيحضر فرح طبعا، حد من اخواته، ولاد اخواته، عيد ميلاد، خطوبه، فقط لا غير يعني.